السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الغني معكم من موقع visiontechnology.org. أخواتي أحبابي، مرحبا بكم في الحلقة 18. مهم رجعوا للعدد ديالنا. مرحبا بكم في الحلقة 18 من هذه السلسلة الرمضانية، واليوم إن شاء الله بحول الله غادي نتكلم لكم على منشد يعني ومبتهل ومقرئ أكثر من رائع رحمه الله، وهو ما خصنيش نقوله هو دائما، ألا وهو الشيخ النقشبندي اللي أكيد كلكم كتعرفوه، ولكن خصنا نذكروا به وأننا في الشهر الكريم نمشي ونستمع يعني الصوت ديالو العذب، ونستمع للابتهالات والأنشودات الجميلة الخالدة اللي دار. تبارك الله، الابتهالات نتاعو موجودين في اليوتيوب، ولو أن ما كيكونش دائما الصوت يعني جودة عالية في الصوت، لأن للأسف يعني شيء قديم، وفي ذاك الوقت ما كانش عندهم تسجيلات، وحتى أن التسجيلات الأصلية ماشي سهل أن الإنسان يلقاها. ولكن يعني بحثوا على الشيخ النقشبندي، وغادي أكيد تستمعوا لشيء أكثر من رائع. يعني النقشبندي عليكم به، وحتى أكمل كما بدأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا